بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة في مقرر بيزنس لو، قانون الأعمال. محاضرتنا النهاردة هتكون هي المحاضرة السابعة، ليكتشر 7، وهنتناول فيها موضوع مهم جدا، وهو الورك بليس برايفسي اند انفورميشن سيكيورتي، او الخصوصية وامن المعلومات في مكان العمل. زي ما تعودنا مع حضراتكم كل محاضرة، ان احنا بنقسم محاضرتنا لعدة محاور او عدة نقاط. النهاردة محاضرتنا ان شاء الله هنتكلم فيها عن عدة نقاط مهمة جدا. اول حاجة the most important main themes of the lectures، اهم المحاور الرئيسية للمحاضرة. هنتكلم عن introduction ومقدمة، وهنتكلم ايضا عن right to privacy اللي هو الحق في الخصوصية، و number 3 هنتكلم ايضا عن workplace privacy اللي هو الخصوصية في مكان العمل. نمبر 4 هنتكلم عن الانفورميشن سيكيورتي ايشوز اللي هي قضايا امن المعلومات، و نمبر 5 كونكلودنج ثوتس اللي هي الافكار او الخواطر الختاميه. قبل ما نبدا في محاضرتنا، يعني انا عايز النهارده اؤكد لحضراتكم على امر، ان احنا من دراستنا للخصوصيه للورك بليس برايفسي اند انفورميشن سيكيورتي، لابد ان احنا او هدفنا من دراسة هذه المحاضرة او التعرف على هذه المحاضرة عدة نقاط. اول حاجة ان حضراتكم تعرفوا بعض او اهم القوانين الخاصة بالخصوصية والتي تؤثر على الاعمال التجارية اليوم. كمان ايضا بنسعى من هذه المحاضرة، او هدفنا من هذه المحاضرة، ان يتم فهم الاساس الدستوري لحقوق الخصوصية. يتم فهم الاساس الدستوري لحقوق الخصوصية. ايضا من اهدافنا في تناول هذه المحاضرة ان يتم استكشاف القضايا القانونية التي تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وامن المعلومات. إذن دي الأهداف من دراسة هذه المحاضرة، اللي بتتمثل في التعرف على بعض أو أهم قوانين الخصوصية، وفهم الأساس الدستوري للحقوق الخصوصية، واستكشاف القضايا القانونية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وأمن المعلومات. نبدأ حضرتنا النهاردة بالإنترودكشن. الحقيقة ان البرايفسي is a fundamental right of individuals that is often comprised by government and businesses. الخصوصية ديت هي حق اساسي للافراد، وغالبا ما تتعرض للخطر من قبل الحكومات او من قبل الشركات التجارية. والحقيقة ان في غالب او في بعض الاحيان sometimes بيتخلى الافراد والشركات بيتخلوا طوعا عن حقوق او عن حقوق الخصوصية، give up their privacy rights، بيتخلوا عن طوعية عن حقوق الخصوصية الخاصة بهم، without considering، دون النظر في نتائج او عواقب القيام بذلك. Workplace privacy and information security is a fast growing area of the law that has important implications across industries. بمعنى ان الخصوصية وامن المعلومات في مكان العمل بيعد مجال واسع وسريع النمو في القانون، وله اثار مهمة جدا من خلال الصناعة. كمان التكنولوجيا بتعد، او جادل وارن وبرانديس بان الحق في الخصوصية، ده جادلوا فان الحق في الخصوصية هو بمثابة حرية مدنية مهمة
يجب لئلا تنتهك او يتم انتهاكها من قبل الصحفيين المثيرة للتطورات في والتطورات في مجال and develop in technology. The technology، الحقيقة ان التكنولوجيا دي كانت او التي كان بيهتم بها اكثر في اواخر القرن او في اواخر التسعينات القرن التاسع عشر، كانت بتتمثل في الفوتوغرافي والتليفونز، كانت بتتمثل في التصوير الفوتوغرافي وفي الهواتف النقالة. They were concerned about people losing their right to privacy when others take photographs of them or listen to their conversation. والحقيقة ان كانوا قلقين بشأن فقدان الأشخاص حقهم في الخصوصية عندما يلتقط الآخرون صورا لهم أو يستمعون إلى محادثاتهم. البرايفسي was discussed in the legal community. تم مناقشة الحق في الخصوصية ده في المجتمع القانوني لمدة 75 عام قبل أن تقرر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية صراحة أن الأفراد held individuals have a constitutional right to privacy. قبل ان تقرر المحكمة العليا في الولايات المتحدة صراحة ان الافراد حق دستوري في الخصوصية في قرار جريسولد ضد كونتيكت لعام 1965. والحقيقة ان البرايفسي كيسز او قضايا الخصوصية ديت بتنطوي على different، يعني بتنطوي على ظروف مختلفة such as the right to choose whether or to marry and to whom. بتنطوي قضايا الخصوصية دي على ظروف مختلفة زي مثلا الحق في اختيار الزواج ومن من، والحق في the right to choose whether to have children، والحق في اختيار انجاب الاطفال and the right to protect confidential information such as medical and financial records، والحق في حماية المعلومات السرية زي السجلات الطبية والمالية. Framers of constitution did not include the word privacy in the constitution. But it's a fundamental right underlying the core tenets of the document. الحقيقة ان وضع الدستور في الولايات المتحدة لم يدرجوا كلمة الخصوصية في الدستور، ولكن رغم ذلك هي بتعد حق أساسي بتقوم عليه المبادئ الأساسية للوثيقة الدستورية. The Bill of Rights begins by recognizing fundamental rights that are essential to an individual's identity. الحقيقة ان بتبدأ وثيقة الحقوق بالاعتراف بالحقوق الأساسية التي تعتبر ضرورية لهوية الأفراد زي حرية speech، حرية التعبير، و regulations اللي هي حرية الدين وحرية الصحافة وحرية التجمع وتقديم التماس للانتصاف من قبل the government، قبل الحكومة. From there the Bill of Rights expands protection of individuals to include their homes and possessions. يعني من هنا بتوسع وثيقة الحقوق دي نطاق حماية الأفراد لتشمل منازلهم وممتلكاتهم. وعلى سبيل المثال بيحذر التعديل الرابع، بيحذر التعديل الرابع ده عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة من قبل الحكومة. وكما ورد في ميثاق الحقوق as reflected in the Bill of Rights, privacy is an essential right the Constitution intends to protect. كما ورد في ميثاق الحقوق فإن الحق في الخصوصية ده
بيعد حق أساسي بيهدف الدستور إلى حمايته. When analyzing privacy cases, courts ask whether an individual has a reasonable expectations of privacy. عندما أو عند تحليل قضايا الخصوصية بتسأل المحاكم ما إذا كان لدى الفرد أو لدى الفرد توقعات معقولة بشأن الخصوصية. To establish reasonable expectations of privacy، وعشان يتم إنشاء توقع معقول للخصوصية يجب a person must meet two requirements، يجب على الشخص إن هو ينفذ ويحقق شرطين. أول حاجة أو الشرط الأول إن يكون لدى الفرد an actual، يكون لديه توقع فعلي وشخصي للخصوصية. In other words، did that particular person think he or she was doing something in private that others could not observe. بمعنى آخر، هل اعتقد هذا الشخص أنه كان يفعل شيئا على انفراد لا يستطيع الآخرون أن هم لا يلاحظوا. من الشرط الثاني أيضا، society accepts the individual's expectation of privacy as reasonable. هذا أو يقبل المجتمع توقعات الفرد بشأن الخصوصية على أنها معقولة. وبمعنى آخر، هل نتوقع كمجتمع أن هذه أو تكون تلك الظروف ظروف خاصة؟ The legal test has both a subjective and objective standard. هذا الاختبار القانوني له معيار شخصي ومعيار موضوعي، له معيار شخصي ومعيار موضوعي. If an individual does not accept their actions to be private، then no right to privacy exists under the circumstances. بمعنى إذا كان الفرد لا يتوقع أن تكون أفعاله ديت أفعال خاصة، فلا يوجد حق في الخصوصية في ظل هذه الظروف. بالمثل، إذا كان المجتمع أيضا ككل لا يتوقع التمتع بالخصوصية في ظل هذه الظروف، فلا يهم ما قد يعتقده الفرد شخصيا، وبالتالي no right to privacy exists، وبالتالي فلا يوجد الحق في الخصوصية. For example، if a person calls her doctor to discuss medical test results، then she has a subjective expectations of privacy. فعلى سبيل المثال، لو اتصل شخص مثلا او شخص ما بطبيبه من اجل مناقشة او النقاش حول نتائج الاختبارات الطبية، فده يعني ان لديه توقع شخصي لخصوصية المعلومات التي يتحدث معها مع طبيبه بشأنها. نفس الامر كذلك لو if she calls her doctor from her home، نفس الامر كذلك اذا اتصلت بطبيبها من منزلها، يبقى اذا نفس الامر اذا اتصلت بطبيبها من منزلها فان لديها توقعات موضوعية بالخصوصية. السبب في كده ان society recognizes the right of people to have private conversations in their own homes. السبب في كده ان المجتمع بيعترف بحق الناس او الاشخاص في ان هم يجروا محادثات خاصة في منازلهم. However، if she has the conversations on her cell phone while riding the bus، then she does not have a right to privacy because is it not objectively reasonable to expect privacy on public transportation. مع ذلك، إذا كانت بتجري المحادثة على هاتفها الشخصي،
أثناء مثلا ركوب أتوبيس أو حافلة، فليس لها في هذه الحالة الحق في الخصوصية، لأنه لا يكون من المعقول موضوعيا أن يتم توقع أو يكون هناك خصوصية في وسائل النقل العام. بعد ما تعرفنا على موقف الكونستيتيوشن أو الدستور بالنسبة ل right to privacy، بننتقل الآن إلى statutes أو القوانين أو الأنظمة. الحقيقة إن الكونجرس الأمريكي أصدر هو وكذلك والمجالس التشريعية للولايات قوانين laws to protect the privacy of individuals and their property. أصدر الكونجرس والمجالس التشريعية للولايات أيضا أصدروا قوانين مختلفة بهدف حماية خصوصية الأفراد وممتلكاتهم. Some of the most important federal laws related to workplace privacy are discussed below. الحقيقة هنناقش أدناه بعض أهم القوانين الفيدرالية اللي بتتعلق بالخصوصية في مكان العمل. There is a growing trend among states to require internet service providers to obtain consent from consumers before sharing any of their personal information, including websites, visits, and consumer habits. الحقيقة إن هناك اتجاه متزايد بين الدول لمطالبة مقدمي خدمات الإنترنت بأن هم يحصلوا على موافقة المستهلكين قبل مشاركة أي من معلوماتهم الشخصية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية واللي تمت زيارتها وعادات الناس. كمان بيجب على الشركات العاملة in e-commerce with residents of California must post their privacy policy. بيجب على الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية مع المقيمين في كاليفورنيا إن هي تنشر سياسة الخصوصية الخاصة بها بشكل واضح على مواقعها الإلكترونية، وإن هي أيضا تلتزم بسياستها their policies. والحقيقة كاليفورنيا law also requires، بيتطلب قانون كاليفورنيا أيضا إن يتم الكشف عن سياسات تتبع برامج المستهلك. تالت حاجة عندنا الـ international law، القانون الدولي. الحقيقة بنجد ان الـ right to privacy is contained in article 12 of the universal declaration of human rights. بنجد ان الحق في الخصوصية ده منصوص عليه في المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي تم اعتماده في عام 1948 ردا على اهوال الحرب العالمية الثانية. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ده بينص على إنه لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو his privacy family home، في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. والحقيقة تم تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ده من قبل has been adopted by the majority of nations، تم تبنيه من قبل غالبية الدول بما في ذلك the United States، الولايات المتحدة. بتعترف العديد من المعاهدات والاتفاقيات الثنائية الأخرى recognize the right to privacy in various بيعترفوا بالحق في الخصوصية ده في مختلف الظروف. والحقيقة ان في الوقت الحالي في اكتر من 150 دولة بتعترف بالخصوصية كجزء من as a part of their international
legal obligations، بيعترفوا بالخصوصية كجزء من التزاماتها القانونية الدولية. however ومع ذلك فإن enforcement of the right to privacy is in consistence across nations، ومع ذلك فإن إنفاذ الحق في الخصوصية ده هو غير متسق أو غير متفق عليه في جميع الدول. المحور الثالث في محاضرتنا النهاردة اللي هو الورك بليس برايفسي، اللي هي الخصوصية في مكان العمل. الامبلويز جنرالي دونت هاف ريزونبل اكسبتيشن اوف برايفسي ان ذا ورك بليس، ليس لدى الموظفين عموما توقعات معقولة بشأن الخصوصية في مكان العمل، especially when using a company equipment or when the employer has a policy stating employees may be monitored، خاصة عند استخدام معدات الشركة أو عندما يكون لدى صاحب العمل سياسة تنص على إمكانية مراقبة الموظفين. إلا إنه مع ذلك some areas such as employee restrooms and locker rooms may not be monitored. إلا إنه مع ذلك قد لا تتم مراقبة بعض المناطق مثل دورات المياه وغرف تبديل الملابس للموظفين. We cartels have held employees do not give up all expectation of privacy by the nature of their employment. واعتبرت المحاكم ان الموظفين لا يتخلون عن كل توقعاتهم المتعلقة بالخصوصية بحكم طبيعة عملهم. ولذلك بيجب على اصحاب العمل ان هم يتأكدوا من قصر انشطة المراقبة على الاماكن المعقولة، حيث اللي هي حيث يكون لصاحب العمل with the employer has legitimate business interest for doing so، حيث يكون لصاحب العمل هنا مصلحة تجارية مشروعة للقيام بذلك. hiring process عملية التوظيف، الحقيقة ان غالبا ما يقوم اصحاب العمل باجراء background checks، بيقوموا باجراء فحوصات خلفية للموظفين المتقدمين كجزء من عملية التوظيف as a part of their hiring process. depending on what type of background check is done and the information used، واعتمادا على نوع الفحص اللي بيتم اجراءه ده والمعلومات المستخدمة، بيكون هناك مجموعة من المشكلات او القضايا اللي بتتعلق او بتمس الخصوصية. some states regulate the type of documents that a prospective employer may consider when making a hiring discussion. الحقيقة ان هناك او بتنظم بعض الولايات نوع المستندات اللي قد يأخذها صاحب العمل المحتمل في الاعتبار عند اتخاذه قرارات التوظيف. البيزنسز نيد، بتحتاج الشركات الى التأكد من امتثالها لجميع قوانين all state laws، لجميع قوانين الولاية اللي بتقوم فيها بتعيين الموظفين. وبعد استخدام الذكاء الاصطناعي او بيعد استخدام الذكاء الاصطناعي ده is a growing trend، اتجاه متزايد في التوظيف. والحقيقة ان الذكاء الاصطناعي ده is often used to review resumes applications. الحقيقة ان غالبا ما بيتم استخدام نظم الذكاء الاصطناعي ديت لمراجعة السير الذاتية والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للجمهور. بتطبق منصات مقابلات powered video interview
بتطبق منصات مقابلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخوارزميات على الانترفيوز اللي هي على المقابلات المسجلة بالفيديو من أجل to facilitate an employer's assessment of applications. بتسهل أو بتطبق منصات مقابلات الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي دي بتطبق الخوارزميات على المقابلات المسجلة بالفيديو هنا من أجل تسهيل وتقييم صاحب العمل للمتقدمين. بعد كده عندنا Drug and Alcohol Testing اللي هو فحص المخدرات والكحول. الحقيقة إن بيتم تنظيم أصحاب العمل with Drug and Alcohol Testing Policies are highly regulated by the states where they operate. بيتم تنظيم أصحاب العمل الذين لديهم سياسات اختبار المخدرات والكحول بشكل كبير من قبل الدول اللي بيعملوا فيها. State requirements vary about required notice of testing. بتختلف متطلبات الولاية بشأن الإشعار المطلوب للاختبار. The nature and locations of testing بتختلف طبيعة أو متطلبات الولاية بشأن الإشعار المطلوب للاختبار وطبيعة الاختبار ومكانه ومتى قد يحدث الاختبار. بتحمي all states protect employee privacy regarding who receives the test result and how those results are to be collected. بتحمي جميع الولايات خصوصية الموظف فيما يتعلق بمن يتعلق أو بمن يتلقى نتيجة الاختبار وكيفية جمع هذه النتائج وتخزينها أو تدميرها. بيجب أن يكون أصحاب العمل اللي بيشاركوا في اختبارات Drug and Alcohol Testing يجب عليه علم ان هم يكونوا على علم بالعواقب القانونية لتطبيق enforcing their policies، يعني يكونوا على علم بالعواقب القانونية لتطبيق سياساتهم. الحقيقة ان كثير ما يتحدى الموظفون challenge drug and alcohol testing كثير ما يتحدى الموظفون اختبارات المخدرات والكحول ديت باعتبارها ان هي بتمثل violation of their right to privacy، باعتبارها ان هي بتمثل انتهاك او باعتبارها انتهاكا لحقهم في الخصوصية. الامبلاير generally win this lawsuit win، وعادة ما يفوز اصحاب العمل بهذه الدعاوى القضائية عندما اول حاجة يلتزم صاحب العمل بجميع متطلبات الدولة الخاصة بإجراء اختبار المخدرات والكحول. Conduct the test with the employee's consent، عندما يقوم بإجراء الاختبار موافقة الموظف. أيضا conduct the test in a manner that was not offensive، في حالة أو إجراء الاختبار بطريقة غير مسيئة. The test result do not reveal information unrelated to the purpose of the test. لا تكشف نتائج الاختبار ديت عن المعلومات التي لا عن المعلومات لا علاقة لها بغرض الاختبار. الامبلايرز ماست بي كيرفول تو ليميت، يجب على اصحاب العمل دول ان هم يكونوا حريصين على ان هم يقصروا الكشف على نتائج الاختبار على اولئك الذين يحتاجون الى المعرفة فقط. البيزنسز ماي لو فولي كونداكت ادراج اور الكحول تيست بات still be liable for privacy violations. يعني بيجوز للشركات ان هي تجري الاختبار او اجراء الاختبار المخدرات او الكحول ده بشكل قانوني، ولكنها بتظل مسؤولة عن انتهاكات الخصوصية
بناء على كيفية تعاملها مع النتائج. بعد كده عندنا قانون قابلية النقل والمساءلة في التأمين الصحي، قانون قابلية المساءلة والنقل، قانون قابلية النقل والمساءلة في التأمين الصحي. الحقيقة إن الهيلث انشورنس اللي هو قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة اللي صدر في عام 1996 بيسعى إلى to protect confidential health information and managed standards. بيسعى هذا القانون إلى حماية المعلومات الصحية السرية، وفي نفس الوقت أيضا بيفرض معايير للتعامل مع هذه المعلومات. هذا القانون اللي هو قانون قابلية نقل أو قانون قابلية النقل والمساءلة في التأمين الصحي بيكون لديه قاعدة خصوصية، قاعدة خصوصية بتنظم استخدام المعلومات الصحية التي يمكن تحديدها بشكل فردي والكشف عنها. كمان بتحمي قاعدة كمان بتحمي قاعدة الخصوصية المعلومات الصحية المحمية، واللي بتتضمن which includes all information related to the past، واللي بتتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية السابقة أو الحالية أو المستقبلية للفرد المحدد أو العلاج الذي تم تلقيه أو الدفع مقابل العلاج. والحقيقة إن هذا القانون أيضا بيتضمن billing records وinformation about premium payments and enrollment information. بيتضمن أيضا هذا القانون سجلات الفواتير ومعلومات حول دفع الأقساط ومعلومات التسجيل. As a result، نتيجة لذلك، فقانون قابلية النقل والمساءلة في التأمين الصحي ده بتتضمن المعلومات الصحية فيه، المعلومات الطبية اللي بيطلبها أصحاب العمل لتنفيذ التزاماتهم بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وقانون الإجازة الطبية وقانون الإجازة الطبية العائلية وتعويضات العمال واختبار المخدرات وخطط الرعاية الصحية التي يرعاها صاحب العمل. هذا القانون أيضا لديه security role، لديه قاعدة أمنية لضمان سرية وسلامة وتوافر المعلومات الصحية المحمية الإلكترونية، وبموجب under the security role دي، بموجب القاعدة دي اللي هي قاعدة الأمان، بيمكن إن إحنا نعرف كل من السرية والنزاهة والتوفر. السرية بتعني means is not made available or disclosed، بتعني عدم إتاحة المعلومات الصحية المحمية ديت أو الكشف عنها لأفراد أو عمليات غير مصرح لهم. أما النزاهة فبتعني عدم تغيير، is not altered. النزاهة بتعني عدم تغيير المعلومات الصحية المحمية أو اتلافها بطريقة غير مصرح بها. التوفر بقى availability means بيعني إنه يمكن الوصول إلى المعلومات الصحية المحمية ديت واستخدامها عند الطلب من قبل فرد authorized individual، من قبل فرد معتمد. بعد كده عندنا في workplace privacy اللي هي بتسمى الالكترونيك مونيتورينج اللي هي المراقبة الالكترونية. الحقيقة ان الفيدريال لو اند موست ستيت لوز الله امبلويرز تو مونيتور زير امبلويز الكترونيك كوميونيكيشنز اكويرينج اوفر ذا امبلويرز هاردوير. بيسمح القانون الفيدرالي ومعظم قوانين الولايات
لأصحاب العمل إن هم يراقبوا الاتصالات الإلكترونية لموظفيهم اللي بتحدث عبر أجهزة صاحب العمل وبرامجه والخوادم التي يضعها في ذلك. If the employer provides the computer system, إذا قام صاحب العمل بتوفير نظام الكمبيوتر ده، فبيحق لصاحب العمل هنا إن هو يراقب الاتصالات الإلكترونية على النظام حتى لو لم تكن تلك الاتصالات even if those communications are not work related، حتى لو لم تكن تلك الاتصالات متعلقة بالعمل. كمان بيجوز لأصحاب العمل ان هم يراقبوا الكوميونيكيشنز when employees consent to the monitoring. بيجوز لأصحاب العمل ايضا ان هم يراقبوا الاتصالات عندما يوافق الموظفون على هذه المراقبة. Therefore many employers require employees to sign a waiver. بيتطلب، ولذلك بيتطلب او بيطلب العديد من اصحاب العمل بيطلب منهم ان هم من الموظفين ان هم يوقعوا على تنازل بالموافقة على ان يتم مراقبة الاتصالات الخاصة بهم والمرسلة عبر معدات صاحب العمل. وده بيساعد التنازل ده بقى من شأنه this help defend against invasion of privacy claims better than having a policy in the employee handbook alone. بيساعد هذا التنازل في الدفاع ضد انتهاك مطالبات الخصوصية بشكل أفضل من وجود سياسة في دليل الموظف وحده. بعد كده بيجوز للشركات ان هي أيضا تراقب monitor conversation with customer. بيجوز للشركات دي ان أيضا ان هي تراقب المحادثات مع العملاء في سياق العمل ordinary course of business، في سياق العمل العادي، طالما أنها تقدم إشعارا بذلك، طالما أنها تقدم as long as they give notice، طالما أنها بتقدم إشعار أو ملاحظة بذلك. As a result many customer service lines use a record message. الحقيقة ان نتيجة لذلك بتستخدم العديد من خطوط خدمة العملاء رسالة مسجلة مفادها انه قد تتم مراقبة هذه المكالمة لأغراض التدريب قبل ان يتصل العملاء بوكيل خدمة سيرفيس ايجنت بوكيل خدمة العملاء. الحقيقة ان الموست امبورتنت فيدريال لو ان اهم قانون اتحادي فيما يتعلق بمراقبة اوف الكترونيك كوميونيكيشنز، مراقبة الاتصالات الالكترونية دي اللي هو الكترونيك كوميونيكيشنز برايفسي اكت، قانون حماية او قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية اللي اقره الكونجرس الامريكي في عام 1986، وبيتكون قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية بيتكون من two parts، بيتكون من جزئين. الجزء الأول بيعرف باسم قانون التصنت، والجزء الثاني بيعرف باسم قانون الاتصالات المخزنة. بتخطر أو بيحذر قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، بيحذر ان يتم الحصول على محتوى الاتصالات السلكية او الشفهية او الالكترونية باستخدام جهاز الكتروني electronic communications using an electronic باستخدام جهاز الكتروني او ميكانيكي او جهي or other device او اي جهاز اخر. كمان بيحذر هذا القانون اللي هو قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية، بيحذر استخدام الاتصالات اللي تم اعتراضها
بشكل غير قانوني unlawfully أو الكشف عنها. نيجي بقى للورك بليس ريكوردينجز اللي هي التسجيلات اللي بتتم في مكان العمل. هل مسموح بهذه التسجيلات أو مدى قانونية هذه التسجيلات من عدمه؟ Also recordings may be useful to capture the content of a conversations. الحقيقة على الرغم من أن التسجيلات دي قد تكون مفيدة لالتقاط محتوى المحادثة إلا أن التسجيلات دي بتشكل pose legal and business risks to employers، بتشكل مخاطر قانونية ومخاطر تجارية في نفس الوقت على أصحاب العمل دول. البوث employers and employees may violate federal and state. الحقيقة إن قد ينتهك كل من أصحاب العمل والموظفين قد ينتهكوا قوانين التصنت الفيدرالية وقوانين الولاية عن طريق تسجيل المحادثات دون وجود موافقة الأطراف الأخرى. وحتى مع الحصول على هذه الموافقة فإن الشركات اللي بتشارك في تسجيل الموظفين والعملاء بتلحق الضرر بمعنويات الموظفين وكمان and risk losing customers وكمان بتخاطر بخسارة عملائها في هذا الشأن. نتيجة لذلك فاحنا بنجد ان في هناك 12 states 12 دولة بتحظر ان يتم recording a conversations unless all parties consent. بنجد ان في 12 دولة بتحظر تسجيل المحادثة دي الا بموافقة جميع الافراد. Majority of states allow customers and employees to hold a business label for wiretapping. بتسمح غالبية الولايات للعملاء والموظفين بتحميل الشركة المسؤولية عن الانتهاكات الخاصة بالتصنت على المكالمات الهاتفية بموجب قانون او بموجب مبدأ بيسمى مبدأ الاستجابة العليا. نتيجة لذلك as a result business may be liable for their employees unlawful recordings if done in the course and scope of employment or done to help the business. نتيجة لذلك بتكون الشركات او قد تكون الشركات دي مسؤولة عن كافة التسجيلات غير القانونية لموظفيها إذا تم ذلك في سياق ونطاق العمل أو تم القيام به لمساعدة الشركة. بننتقل بقى إلى المحور السادس وهو كاميرات المراقبة والفيديو. الحقيقة إن قانون التصنت بيحمي الاتصالات الإلكترونية فقط والنتيجة لذلك does not apply to video or camera ونتيجة لذلك لا يطبق على المراقبة بالفيديو أو الكاميرا بدون مكون صوتي. وعشان نتجنب انتهاك اي او انتهاك قانون حماية خصوصية الاتصالات يجب على الشركات ان هي تتأكد should ensure their security يجب ان هي تتأكد من ان كاميرات الامن والمراقبة الخاصة بها لا تلتقط الاصوات البشرية. كمان لا يجوز استخدام الكاميرات الأمنية security cameras cannot be used in area in which employees and customers have a reasonable لا يجوز استخدام الكاميرات الأمنية في المناطق اللي بيتوقع فيها الموظفون والعملاء قدرا معقولا من الخصوصية. على سبيل المثال لا يمكن لتجار التجزئة ان هم يستخدموا الكاميرات في غرف تغيير الملابس changing rooms
ودورات المياه وغرف تبديل الملابس. وبتحتاج الشركات إلى إن هي تضع كاميرات بحيث لا يمكن مراقبة وتسجيل النشاط الخاص. كمان بيجب على الشركات إن هي تشارك في المراقبة أو المشاركة في المراقبة، إن هي تستخدم أقل الوسائل most limited means available to conduct the surveillance. يجب على الشركات المشاركة في المراقبة دي إن هي تستخدم أقل الوسائل المتاحة لإجراء المراقبة، ويجب إن يكون لدى الشركات دي سبب تجاري مشروع عشان تستخدم الكاميرات، reasons to use security cameras، عشان تستخدم الكاميرات الأمنية. وعليها أيضا إن هي تتأكد من إن المراقبة دي مستهدفة ومحدودة في المدة والنطاق. بيجب على تجار التجزئة اللي بيستخدموا الكاميرات لمنع السرقة عند المداخل وأجهزة تسجيل النقد، إن هم يضعوا الكاميرات في مكان أو مواضع مفتوحة وواضحة عشان تكون بمثابة إشعار ولملاحظة للعملاء. وبتعد اللافتات اللي بتعطي إشعارا صريحا أيضا من أفضل الممارسات لتجنب المسؤولية القانونية في هذه الحالة. بعد كده بننتقل للمحور الرابع اللي هو الـ Information Security Issues، قضايا أمن المعلومات. الحقيقة إن الـ Information Security ده is one of the fastest growing areas of the law affecting business today. بيعد أمن المعلومات ده أحد أسرع المجالات نموا في القانون اللي بيأثر النهاردة على الشركات، وأي شركة النهاردة بتخضع أو بتقوم بجمع واستخدام وتخزين الـ personal informations اللي هي المعلومات الشخصية about employees and customers is subject to these laws. بتخضع النهاردة أي شركة بتقوم بجمع واستخدام وتخزين المعلومات الشخصية عن الموظفين والعملاء دول بتخضع لهذه القوانين. كمان بيتم استهداف الشركات دي بشكل متزايد من قبل الهاكرز who seek to steal private information on a large scale. بيتم استهداف الشركات دي بشكل متزايد من قبل المتسللين اللي بيسعوا لسرقة المعلومات الخاصة على نطاق واسع. في الحديث عن الـ Information Security Issues هنتناول عدة نقاط. أول حاجة الـ Security Analysis اللي هو التحليل الأمني. الحقيقة إن من أحد النماذج الأمنية البسيطة اللي بتستخدم على نطاق واسع اللي هو الـ CIA Principle، وده بيمثل قاعدة أمان وبيعني السرية والنزاهة والتوفر. هذا المبدأ بينطبق على نقاط الاتصال Points of Contact from Access to a user internet history to security. بينطبق هذا المبدأ على نقاط الاتصال بدءا من الوصول الى سجل الانترنت الخاص بالمستخدم وحتى امان التشفير البيانات data across the internet عبر الانترنت. هنحلل مشتملات هذا المبدأ او مكوناته اللي هي السرية والنزاهة والتوفر. أول حاجة السرية دي هي is liability to hide information from those without authorizations to view it. السرية دي هي القدرة على إخفاء المعلومات عمن لا حق لهم في الاطلاع عليها. وبالرغم من أنه ربما يكون المبدأ الأكثر وضوحا، إلا أنه عادة ما يكون هو اللي بيتعرض it is usually the one that is attacked most often. إلا أنه عادة ما يكون هو الذي يتعرض للهجوم في أغلب الأحيان. والحقيقة أن التشفير ده
بيعتبروا من الأساليب المستخدمة لحماية سرية البيانات المنقولة across the internet. طيب بقى النزاهة هي ايه، او المقصود بها ايه؟ النزاهة هي القدرة على التأكد to ensure that data، على التأكد من ان البيانات بتمثل تمثيلا دقيقا وغير متغير للمعلومات الأصلية. لذلك بنجد ان one common security attack، بنجد ان احد الهجمات الأمنية الشائعة بيتمثل في اعتراض بعض البيانات الـ important data and make changes to it before sending it on the intended receiver. بنجد ان احد الهجمات الأمنية الشائعة ديت بيكون متمثل في اعتراض بعض البيانات المهمة واغراء تغييرات عليها قبل ان يتم ارسالها الى المتلقي المقصود. كمان هذا المبدأ بيشتمل على التوافر، والتوافر هو ability to make information readily، القدرة على جعل المعلومات دي متاحة بسهولة للمستخدمين المصرح لهم في جميع الأوقات. لذلك بتحاول بعض الهجمات الأمنية ان هي ترفض الوصول. بعد كده الداتا بريتشيز اللي هي خروقات او انتهاكات البيانات. بيو مركز بيو للابحاث الحقيقة وفقا له فان ما يقرب من 85% من الافراد في الولايات المتحدة بيقوموا بالتسوق من الشوب اونلاين، بيقوموا او بيتسوقوا من الانترنت. وبيقوم معظم تجار التجزئة دول بجمع البيانات الشخصية والمالية للعملاء، بيقوم معظم تجار التجزئة بجمع البيانات الشخصية والمالية للعملاء. If a customer use a form of payment other than cash، إذا كان العميل بيستخدم طريقة دفع أخرى غير النقد، فستتم مشاركة المعلومات الشخصية والمالية للعميل will be shared with the business، مع الشركة. وبدل من ان يتم سرقة او نشل المستهلك الفرد ده الـ individual consumer، بيستهدف اللصوص النهاردة او السارقين بيستهدفوا اليوم الشركات لجمع المعلومات الشخصية و collect personal and financial information. بيستخدموا الشركات لجمع المعلومات الشخصية والمالية لمجموعات المستهلكين بأكملها. الحقيقة ان خروقات البيانات او انتهاكات البيانات دي بتؤثر على effect all industries، بتؤثر على جميع الصناعات زي البيع بالتجزئة ومكاتب الائتمان والهوسبيتالز والجوفرمنت اجانسز والوكالات الحكومية. في النصف الأول من عام 2019 تم الإبلاغ عن أكثر من 4.1 بليون وثيقة، تم الإبلاغ عن أكثر من 4.1 مليار وثيقة مخترقة كجزء من 3800 عملية اختراق للبيانات تم الكشف عنها فقط. نتيجة لذلك السايبر سيكوريتي اكسبيرتس ادفايز ذات سايبر كريمينالز ران اوتوميتد اونلاين سكريبتس لوكينج فور ان سكيورد داتا باسز. لذلك بينصح خبراء الامن السبراني ان بيقوم مجرمو الانترنت بتشغيل نصوص برمجية آلية عبر الانترنت للبحث عن قواعد بيانات غير آمنة، في حين ان يتم او في حين بيتم استهداف بعض الشركات اللارجر بيزنسز، بيتم استهداف بعض الشركات الكبيرة بشكل خاص، فان مجرمي الانترنت سايبر كريمينالز هم الاكثر نجاحا most successful when targeting small to medium sizes businesses. يعني بيتم استهداف بعض الشركات الكبيرة بشكل خاص
إلا أن مجرم الإنترنت بيعدهم الأكثر نجاحا عند استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا يدركون التهديد أو لا يريدون إنفاق موارد كافية على الأمن السيبراني. إلا أنه مع ذلك بيجب على الشركات إن هي تدرك إن ما يقرب 60% of data breaches، يجب على الشركات إن هي تدرك إن ما يقرب من 60% من انتهاكات أو خروقات البيانات دي هي بتكون نتيجة لخطأ human error، خطأ بشري، وليس نتيجة للتكنولوجيا القديمة أو غير الكافية. لذلك من خلال تدريب الموظفين بشكل مناسب لذلك من خلال تدريب الموظفين بشكل مناسب بيمكن تجنب العديد من خروقات البيانات. For examples، على سبيل المثال، غالبا ما تنتج الانتهاكات عن إرسال رسائل بريد إلكتروني ايميلز إلى الشخص to the wrong persons والرد على responding to phishing والرد على هجمات التصيد التاكس التصيد الاحتيالي و sharing passwords ومشاركة كلمات المرور leaving computer screens open وترك شركات أو ترك شاشات الكمبيوتر مفتوحة. أيضا من قضايا أمن المعلومات اللي هي البيج داتا أو البيانات الضخمة. الحقيقة أن الأديشن تو فاينانشال داتا بالإضافة للبيانات المالية، الشركات بتقوم كولكت بيرسونال انفورميشن، بتقوم بجمع معلومات شخصية عن about consumers and their habits، بتقوم بجمع معلومات شخصية عن المستهلكين وعاداتهم، وده this is called big data، ده اللي بيسمى بالبيانات الكبيرة أو البيانات الضخمة. الـ consumer information is very valuable because businesses can search the data to identify spending habits to target marketing to likely customers. بتعد معلومات المستهلك دي ذات قيمة كبيرة لأن الشركات بيمكنها إن هي تبحث في البيانات لتحديد عادات الإنفاق لاستهداف التسويق للعملاء المحتملين، وده بيقلل من التكاليف وبيزيد في نفس الوقت من أرباح profit for businesses من أرباح الشركات، خصوصا اللي هي الإي كوميرس اللي هي خاصة وأن التجارة الإلكترونية بتزيد من عدد المنافسين عبر الصناعات. Another benefit، فائدة أخرى أو من المزايا أخرى للتنقيب في البيانات المتاحة عن about consumers عن المستهلكين بتتمثل في أن الشركات يمكنها أن هي تتخذ more profitable discussion، يمكنها أن هي تتخذ قرارات أيضا أكثر ربحية. من ذلك على سبيل المثال الهيلث انسيورانس كومبانيز، على سبيل المثال بتستثمر شركات التأمين الصحي بشكل كبير في البيانات الضخمة النهاردة لأنها تريد معلومات حول عادات نمط حياة الأشخاص الذين تقوم بتأمينهم ومن المحتمل أن هي تقوم بتأمينهم. If they know someone is a smoker، إذا كانوا يعرفون أن شخصا ما مدخن أو بيأكل الكثير من الأطعمة السكرية أو بيعيش نمط حياة خامل، فيمكنهم أن هم يعدلوا أقساط التأمين وفقا لذلك لتقليل المخاطر. لذلك بتبحث الشركات دي اللي هي شركات التأمين بتبحث عن الترندز، بتبحث عن الاتجاهات ليس فقط للأفراد ولكن أيضا للريجونز، ليس فقط للأفراد but also regions ولكن أيضا للمناطق وأنواع المهن، بما في ذلك تلك الأكثر عرضة لخطر الإدمان أو السمنة،
وأيضا الوضع الاجتماعي والاقتصادي. البيج داتا دي connected to the internet of things، بترتبط البيانات الضخمة دي بما يسمى أو يعرف بإنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء ده هو سيستم، هو عبارة عن نظام من أجهزة الحوسبة المترابطة والآلات الميكانيكية والرقمية والأشياء والحيوانات أو الأشخاص الذين يتم تزويدهم بمعرفات فريدة، وبيكون لديهم القدرة على نقل البيانات عبر الشبكة over a network without requiring human to human. بيكون تزويدهم، بيكون لديهم القدرة على نقل البيانات عبر الشبكة دون أن يكون هناك الحاجة إلى اتصال من إنسان إلى آخر أو من إنسان إلى آخر. الحقيقة أن بمعنى آخر بيشمل إنترنت الأشياء الأجهزة اليومية المتصلة بالإنترنت، بما في ذلك الميديكال ديفايسز اللي هي الأجهزة الطبية والأجهزة والمركبات والمباني. الترانس بوردر داتا ترانسفيرز اللي هي نقل البيانات عبر الحدود. الحقيقة الولايات أو الاتحاد الأوروبي لديه مجموعة شاملة من القوانين privacy laws and regulations واللوائح الخاصة بالخصوصية، وبيفرض الاتحاد الأوروبي هنا قيودا صارمة على تصدير جميع بيانات الموارد البشرية ومعلومات المستهلك إلى الولايات المتحدة. Even when the data export occurs within the same business. حتى عندما يتم تصدير البيانات ضمن نفس الشركة. وعشان نساعد أو يتم مساعدة الشركات الأمريكية ديت على الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، تفاوضت وزارة التجارة الأمريكية على إنشاء ما يعرف ب سيف هيربور اللي هو ما يسمى أو يعرف بالملاذ الآمن to data protection practices لممارسات حماية البيانات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي. وبالتالي إذا تمكنت شركة أمريكية مثلا من التصديق على امتثالها لمبادئ الامتثال أو الملاذ الآمن، فبالتالي هيوافق الاتحاد الأوروبي على نقل البيانات إلى هذه أو إلى تلك الشركة. بعد كده عندنا الاستعداد والاستجابة للحوادث الأمنية. الحقيقة إن الـ businesses are not able to prevent all data security breaches. بالحقيقة إن الشركات بتكون غير قادرة على إن هي تمنع جميع انتهاكات الخاصة بأمن المعلومات. نتيجة أو مع ذلك however الشركات دي need to take steps to protect against known and reasonably بتحتاج، ومع ذلك بتحتاج الشركات دي إلى إن هي تتخذ خطوات للحماية من التهديدات المعروفة ومن التهديدات المتوقعة بشكل معقول للمعلومات السرية. بالنسبة للشركات اللي ليس لديها ما يكفي من الموظفين أو الخبرة الداخلية، الخبرة الداخلية في مجال اللي هي السايبر سيكيورتي ستاف اور اكسبيرتس في مجال الامن السبراني، بيقدم مقدمو خدمات الامن مجموعة واسعة من خدمات الامن انكلودنج اللي هي بتشتمل او بما في ذلك اعداد البنية التحتية الامنية والاستجابة للحوادث. Also federal and state laws vary regarding legal requirements. على الرغم من اختلاف القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية،
إلا أنه يجب أن يكون لدى الشركة برنامج مكتوب للأمن السبراني يتوافق مع إطار الأمن السبراني المعترف به في صناعتها. بصفة عامة in a general أو بشكل عام السايبر سيكوريتي بروجرام شود يجب على برنامج الأمن السبراني ده إن هو يحمي أول حاجة إن هو يحمي أمان وسرية جميع السجلات stored recording containing يحمي أو يمثل حماية أمان أو يجب إن هو يكون يحمي بأمان وسرية جميع السجلات المخزنة إلكترونيا واللي بتحتوي على رقم الضمان الاجتماعي اللي هو الكوستيومرز سوشيال سيكيورتي نمبر، وكمان للموظف أو للعميل، والدرايفرز ليسنس نمبرز اللي هي رخصة أو رقم رخصة القيادة، ورقم هوية الدولة، وكارد نمبر معلومات بطاقة الخصم الائتمان والخصم، وكريبت اند ديبت كارد انفورميشنز، وديتس اوف بيرث وتواريخ الميلاد والباسوردز وكلمات المرور والبيرسونال انفورميشن والمعلومات الشخصية. كمان يجب على برنامج الامن السبراني ده ان هو يحمي من اي تهديدات او مخاطر متوقعة على امن او سلامة المعلومات السرية. كمان يتعين ان هو بروفايد فور ريابل ان هو يوفر نسخ احتياطية موثوقة ودقيقة للبيانات والحماية للبيانات. ايضا كمان او بيجب على برنامج الامن السبراني ده ان هو يحمي من الوصول غير المصرح به الى المعلومات والحصول عليها، واللي من المحتمل ان يؤدي ان هو يؤدي الى تعرض الموظف او العميل لخطر مادي بيتمثل في سرقة الهوية او الاحتيال. خلاصة بقى المحاضرة النهاردة ان الانترنت والتكنولوجيا بتاعتنا النهاردة changing the world، بيعمل الانترنت والتكنولوجيا ده النهاردة على تغيير العالم بفاست بيس بوتيرة سريعة بشكل لا يصدق. ومع هذه التغييرات with those changes come the challenges to individuals and businesses، مع هذه التغييرات بتأتي التحديات التي يواجهها كل من الأفراد والشركات للحفاظ على الخصوصية و protect and personal information وحماية البيانات الشخصية. البرايفسي is an implied constitutional right، الخصوصية دي حق دستوري ضمني بيتأثر بشدة impacted by the use of technology، بيتأثر بشدة باستخدام التكنولوجيا regardless of type of industry، بغض النظر عن نوع الصناعة بتحتاج الشركات دي الى وجود سياسات وممارسات كافية للسايبر سيكوريتي بوليسيز اند براكتسز ان بليس تو بروتكت كونفيدنشال بزنس امبلوي اند كاستيومرز انفورميشن. بتحتاج الشركات الى وجود سياسات وممارسات كافية للامن السبراني لحماية المعلومات السرية للاعمال والموظفين والعملاء. وبكده بنكون وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة وتحدثنا فيها عن موضوع الخصوصية وأمن المعلومات في مكان العمل، وعرفنا يعني إيه أهمية الحق في الخصوصية وتعريف الحق في الخصوصية والخصوصية التي تكفل في مكان العمل، وتناولنا أهم القضايا الخاصة بأمن المعلومات. بتمنى أن حضراتكم تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة جديدة مع خالص تمنياتي لحضراتكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.